في مجسم من فضة اختزل العالم، وعلى حبر ورق مد الأرض. العلامة العربي ومؤسس علم الجغرافيا الحديث أبو عبد الله الإدريسي، في مدينة سبتة المغربية وقريبا من جبل طارق، حيث يلتقي البحر مع المحيط وتقترب إفريقيا من أوروبا، نشأ الإدريسي وهو يرسم في خياله ما وراء البحار. تلقى الإدريسي تعليمه في سبتة وفاس، ثم توجه نحو قرطبة لينهل من علوم عصره. كتب في الأدب والشعر وعلم النبات، ودرس الفلسفة والطب والنجوم والهندسة، لكنه ولع بعلوم الجغرافيا أكثر من غيرها، وأبحر في إنجازات الرحالة السابقين. طاف العالم مستكشفا، فوصل مصر والحجاز وتهامة في الشرق، والبرتغال وفرنسا وإنجلترا في الغرب، وصولا إلى آسيا الصغرى والقسطنطينية في الشمال. وحين سقطت الدولة الإسلامية لجأ إلى صقلية، والتي عرف ملكها بحبه للمعرفة والعلم، فأمضى فيها 40 عاما كرسها لإنجازاته الجغرافية. بناء على طلب الملك روجر، ألف الإدريسي كتابه المشهور نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الذي يعد من أشهر ما خط في الجغرافيا، لما احتواه من معلومات موسوعية عن الكثير من الأماكن التي ذكرها الأقدمون، إضافة إلى معلومات ميدانية رصدها في رحلاته وأسفاره. كما رسم على كرة من الفضة خريطة بلغ قطرها 2 متر، نقش عليها الأقاليم 7 ببلدانها وأنهارها وبحارها وجبالها والمسافات الفاصلة بينها، وهي أدق ما وصل إليه علم الجغرافيا وفن رسم الخرائط في ذلك العصر. بإمكانيات بدائية وجهد دؤوب لا ينضب، أحاط الإدريسي العالم بين دفتي كتاب وسطح كرة، وظل المرجع الجغرافي الأول على مدى 3 قرون تلت، مخلدا اسمه كجبل على خارطة التاريخ.